السؤال التالي، هل الصلاة المفروضة تصلح وتجوز أثناء الأذان أم يجب الانتظار إلى الانتهاء، إلى أن ينتهي المؤذن من أذانه؟ أقول لسائل الكريم، إذا دخل الوقت فقد حلت الصلاة، دخول الوقت شرط في صحة الصلاة، إذا دخل الوقت تحقق شرط الصحة وحلت الصلاة، سواء أرفع الأذان أم لم يرفع، ولا يلزم الانتظار إلى الانتهاء من الأذان، إلا لمن يريد مثلا أن يتابع المؤذن، أن يقول مثل ما يقول فينتظر حتى يفرغ المؤذن من أذانه ليأخذ ثواب وأجر متابعة المؤذن. وعلى كل حال هذه نافلة وليست بفريضة، أو لمن كان في المسجد وينتظر صلاة الجماعة.